ويمد مركزه أو بكر كهر مريض هاولين منطقة لكن تلوح على جوه ده وحيكون الرئيس حنون في سعود بريون دونه انت لقت مركعة سيبو في الشيء صحابة اتبع فرية ايقونا تاكتاقين مركو اكيوغو تاكتاقين بمركو فروس امام الفريسة ايقو مركو حيو فريسانة يعني حيو فريسانة يعني امام كود ما دام وفريه وانا فريه وكل راعات صاف دلاجة او فريسة جرمان ناي حين قرتي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم حنون صدي وصلى وين كتبين الناس ودتي وراءه قداشي سقياما ايقو تاكتاقين فأشار وصل نام إليه يجوا وصل نام النبي قال يجلس أي يجلس فريسة فجلس هو فريسة فلما انصرف مرت صلادي كسر قدومه صلادي لم يكسر قبح أي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كتم وحافكتم آنيف المرت وحافكتم لا تفعلون إلى الصمين إنسان فعل فارس والروم روم هي فارس فالقاضي كلي سيئ لشرين الصمين شرين إلى الصمين إنسان بحافكتم وكل وقتين النبي صلى الله عليه وسلم وصي سميان واتش يقومون ويستاغان على ملوكهم بقرر دي مرحل دشو دي استاغان والحال هم بقرر دي مرحل دينا وعود الأيين كوفة صليح لنوي أدون سنشنة دسي أدون سنشنة مرحل دي عابد شرين ولو سجود شرين مركا سيابها اللو عابد وحا كاملها لو دي دولو دي وويد وفرس يروم فرس يروم لو دي دولو دي مركا بقرر دي هي مرحل دي dadku isagoo fadhiyay ninka madaxda waa fadhiisanaya boqorku waa fadhiisanaya dadku inta uu fadhiyay way ka tagnaanayaan marka waa cibaado Soomaa ay isaga caabudayaan marka dhaqankii Faris iyo reer Rum iyo reer Faris nigu yaqaanay mid uu eeg inaad samaysan baa ku dhawaatay nabi sallallahu alayhi wasallam sawfu wuxuu yahay nabiga fadhiyay sallallahu alayhi wasallam haday iyaguna ka tagnaadaan soo uma eka ficilkii qaalada uu eegay macna dhaqankii qaalada kale ayuu eegay macna طيب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا هيلنا سهيلنا النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل ولا يلي الامام امام فوحا لو يلو دسك لوغه هرمري فها امام لوغه دغاي ليتم ان لوغه ديده به اتك ان لا راعه او هو سمينه لغا دبا سمين او لا خلافين با امام كسي سو ميش لو اتك امام لغا ما دغين دسك لوغه هر دغين حبيب روح ولبا يدو ربا سمين فر دسك وحا لو هر دغاي وحا اسغو او سمينه او ان لغا دبا سمين وكل صوت صوينين إلى الصوينين تقول إلى الراع معنا مثل ما دام أول فريسة إمام كيني وإلى الفريسة صوم معنا إلى الراع داوي وكل راع داوي فريق فإذا ركع هدور ركوع أبو نبي صلى الله عليه وسلم إمام كمرك الركوع فركعوا إذن كن الركوع كذب الركوع معنا وإذا رفع هدور ركوع ركسوا كر نغضنا فرفعوا إذن كن كسوا كر نغضنا مرك الركوع ركسوا توصوا وإستاجوا إستاجي سلم مرك كده إذن كن كسوا دوا توصوا وإذا صلى هدو تكذا جالسا إستاجوا فريانا فصلوا تكذا جلوسا إذن كن فريانا أجمعون كل جيم هدو فريق إذن كن تشيانا وإستاجوا فريق إذن تشيانا إذن كن فريق كل كسر حتى أجناني نبونا بقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري مسلم بوري طيب مرك أشهد هذا حديث الله كان وحوي روح مركو حنون صليو هدو كعي وايو و اي اسامح ويدو يعني حنون كو اسامح وايو انو استاغو صلاة استاغ كتو كدو فرلو كتو كنقا وحو انت انا وقود داري امام كاغو هدو فرليانا والله فريسان صحيح كنقا فايدة امام كاغو هدو كعي كري وايو اذو نوايلا الله فريسة فرلو كتو كدو ساسو حبيبكو وامري حتى اذو اوود بغنه اذا اضنان تواتري كرتا الى استاغ لكن مدام امام كاغو فرليو الله فريسة ويمان طيب حديث كما كساس في المامة يا لكن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس فرأي وشيخ في المامة خيب كم دعوك في المامة وخصوصا يا النبي صلى الله عليه وسلم مركي أو حنون صدي حنون كفوك جيريون زونه حديث كالله ربو خاري وري عائشة رضي الله عنها با يا وريني سو النبي صلى الله عليه وسلم كشيد نبي مركي صلاة دي لقاري بوصو دمعي إنو دفت كشيد مركو كعي واحد dadkii markii kadeen buu waa ma walu soo yaabale nabi diyaa yidhi gabo nabi sallallahu alayhi wasallam diyaa loo diyaari uu qabaysay bal xanuun ku gaar tabo inuu ku xudo damcay uu qiimo alamiir dabole hadana diyaa yidhi gabo waa qabaysay inuu ku xudo damcay waa qiimo hadana diyaa yidhi gabo inuu ku xudo damcay waa qiimo sadex goor markuu sameeyay buu wuxuu yiri Abu Bakar u sheego gaartii dadka hadda jiyo Abu Bakar baa markaa dadka salaada geliyay markuu salaadii geliyay ayuu nabigu wuxoogaa yara fudayda dareemay dadkii salaada ku jira markaasaa laba nin intuu garbaha iqabtay yiri cabaas iyo cali ibn abi taalib garbaha iqabtay intuu yiri soo nuuriyeen baa waxay soo fariisiyeen Abu Bakar garabkiisa Abu Bakar oo imaam ah iyo garabka soo fariisiyeen markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo fadhiya buu dadkii salaada ku jiray Abu Bakarna nabigu garab taagnaa
dadkuna way taagnaayeen. Abubakar marka nabiga salaadiisu ku daynay, dadkuna Abubakar taagan bay salaadiisa raacayeen oo soo gaadhsiinayay nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi, yani dhawaqiisa takbiirtiisa iyo soo gaadhsiinayay iyo ficilkiisa intaba ay ka arkayeen macna, ila nabigu waa fadhiyay sallallahu calayhi wasalam. Marka yani taas xadiiskaas marka wuxuu kutusayaa in nabigoo fadhiya sallallahu calayhi wasalam dadkiio taagtaagnan ay ka daba tukadeen. Soo ma kan meesha inoogu qoranna wuxuu leeyahay haddii imaamkiinu fadhiyo la fadhiyo labada xadiiskan jira. Marka labadaa xadiis bay culimmadu kala qaateeno alimaamu shaafici iyo sheekhiisa xumaydi iyo abu xaniifa iyo rag culimo badan oo la socda waxay leeyihin xadiiskaasaa dambeeyey, xadiiska nabigu xanuunku ku geeriyoon doono ku saabsan ee isagoo fadhiya uu saxaabada tujiyay iyagoo taagtaagan kaasaa dambeeyey. Kan marka meesha inoogu qoran waa la nasakhayo, waa laga dambeeyey, waa la bedelay xaaladii horey ahay, laakiin sharci baa ka dambeeyo xukumkaa waa la bedelay wey. Taas waxa weya waa madhab culimada qaarkood ay maraan oo marka waxay qabaan hadduu ruuxu imaamkiisoo fadhiya ku daba tukado waa inuu taagnidiisa wa oo uusan fadhiisanin. Saa waa imaamu shaafici iyo rag badan madhabka ay maray wa macna. Saas marka labada xadiistaasi waa suurtagal in xadiiska dambe la yidhaahdo wuu nasakhay oo kaa hor waa la nasakhay, la fadhiisan maayo. Waxaa kaloo suurtagala in imaam axmed madhabka uu marayo in la qaatana waa suurtagalo ay ku raaceen weliba rag badan oo kamid a raggii yani muxadisiintii madhabka shaaficiga sida masala ibnu khuzaym oo kale, ibnu xibaan oo kale, yani ibnu lmundir oo kale way ku raaceen. Oo wuxuu leeyahay marka imaamkaaga aada la fadhiisanayso hadduu fadhiyo waxa weye waa markuu salaada fadhi ku bilaabo, hadduu salaada markuu bilaabahayba fadhi ku bilaabo waad la fadhiisan. Oo waxaa markaa ku saabsan xadiiskan waidaa salla qaacidan fasalluu qucuudan, la fadhiista. Hadiise imaamkii intuu salaadii taagni ku bilaabo uu wadi waayo, taagnidii wadi waayo salaada dhexeeda uu fadhiisto, la fadhiisan maysaydee waad wadanay adigu taagnidaadii baad wadanaysa. Taana wuxuu yani ku fadhiisiiyey xadiidka kusoo arooray nabiga xanuunkiisa salawatullahi wasalaamu calayh, leanna Abubakar baa dadka salaada geliyey isagoo taagan. Soo ma nabigu imaamnimadiisu gadaal bay ka timid, gadaal bay ka timid. Marka taagni bay dadka salaada ku galeen, imaamkuna waa taagnaa, imaam fadhiya gadaal buu ka yimid. Marka marka saasoo kale hadday dhacdo taagnidaadii baad iska wadanaysaa buu leeyahay imaam axmed, rag badan baa ku raacay maana. Siyaabo badan oo siyaabahaasi ay ka mid yihiin baa lagu jamciyaa labada xadiis maana. Dayib, waxaan ka socon ujeedada hadda meesha laga leeyahay wana sheekhu u keenay waxa weeyaan xaaladaha in salaada laysu taago layska saamaxay waxaa ka mid a hadduu ruuxu xanuunsanayo ama imaamkiisii oo kici waayey uu ku daba tukanayo. Dayib, salaatu lmariidi jaalisan, ruuxa xanuunsanaya salaadiisa uu fadhi ku tukado, salaatu lmariidi ruux xanuunsanaya salaadiisa jaalisan xaalo u yahayna uu tukado isagoo fadhiya. Wuxuu yihi waqaala cimraan ibnu xuseyn, cimraan ibnu xuseyn wuxuu yihi radia allahu canhu, kaanat waxaa ahayd bii aniga waxaa igu sugnayd oo yani aan qabay weye bawaasiru, yani baasir, bawaasir waa jamcu baasura, baasur baasurtuna waxa la yihahdaa waa baasirta, waa cudurka dabada ku dhacday. kaanat bii bawaasiru ayaa igu sugnayd, waxaa igu sugnayd yani bawasir baa yani lahaan jiro qabi jiray. fasaltu waan weydiiyey rasuul allahi sal lay slm, rasuulkaan weydiiyey, faqaala wuxuu nabigu sal lay slam, salli tuko qaa'iman adoo taagan tuko, fain lam tastadic haddaadan keri karin inaad taagnin ku tukato, faqaacidan adoo fadhiya tuko, fain lam tastadic haddaadan keri karin fadhiga, facalaa janbin adoo dhinac dhinac ujiita tuko. Saasu macna haddaad kari karto istaag, waad keri weyday soo ma fadhiga ku tuko, waad keri weyday soo ma dhinac utuko adoo jiifa oo dhinac dhinac u yaala tuko. Haddaad intaa wax ka badanba keri weyda intaasaa laga rabaa inaa ku tuko, oo ruux matala yani sariirka saarnaa oo kale yani aan toosi karin, fadhiisan karin, fadhigiisaas jiifkaasu ku tukanaya maana. Dayib, sujuuddii iyo see laga yeelayaa rukuucdii iyo afcaashii faraha badnayd see laga yeelaya? Waa kan hooyo soo marnay, waa un la ishaaraya saas ma waa ishaaro unbu macnaha ku tukanaya ruux. waqaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha cimraan ibnu xuseyn aydan hadalka dib ugu noqonaya, sa'altuhu waan weydiiyey nabiga sal lay wasalam, can salaati rajuli, ruuxa salaadiisa ayaan weydiiyey, walxaal huwa ruuxasi qaacidun uu fadhiya, ruuxoo fadhiya salaadiisa ka waran baa idha, yani ruux fadhiga ku tukaday salaadiisa ka waran. faqaala nabigu wuxu uhi sal lay wasalam, man sallaa ruuxii tukada qaa'iman isagoo taagan, fahuwa kaasaa afdalu fadli badan, saasaa fiican. waman sallaa ruuxun tukada qaacidan isagoo fadhiyana, falahu waxaa usugnaaday oo uu leeyahay nisfu ajri lqaa'imi, kii taagnaa ajirkiisa nifkii buu leeyahay. ruuxa taagan ee taagnida ku tukaday ajirkii la siin lahaa nif ama haafkii
ayaa kan fadhiga ku tukada la siinaya. Tayib, waman salla ruuxii tukada naa'iman isagoo jiifana, wafii riwaayati waxay riwaayad kale kusoo aroortay mudajican isagoo dhinac dhinac u yaal. Naa'imka iyo mudajaca farqi baa u dhexay. Naa'imka waxaa la yihahdaa ruuxa feexday ama dhinac haus yani dhinac dhinac haus feexdo ama oo dhinaciisa dhulka ha yaalo ama fadhi ha ku seexdo ama taagni ha ku seexdo, ruux hadduu seexdo naa'im baa la dhahay. Tan marka lagama wada macnaha lagama wada ee waxaa laga wadaa macnaha uu faa'iideynayo kelimada dambe oo mudajican taa macna yani muusan hurdine laakiin dhinaciisa dhulka yaalla wey macna. Wuxuu ui waman sallaa ruuxii tukada naa'iman isagoo dhinac u yaalla wafii riwaayatin mudajican isagoo dhinaciisa dhulka yaallo ruuxii tukada falahu waxaa u sugnaaday ruuxaana nisfu ajri lqaacidi, kii fadhiga ku tukaday ajirkiisa niskii buu leeyay. Marka yaa ugu fadli badan ruuxa taagno ku tukaday, kaa haaskii waxaa ah ruuxa fadhiga ku tukaday, kaa haaskii waxaa ah ruuxa ku tukaday sheek ku tukaday. Tayib, walmuraadu waxa loola jeeda bihi, kan waxa loola jeedana almariidu waa ka xanuunsanaya buu sheekhu yihi. Xadiiskan taagnida iyo fadhiga iyo jiifka saddexdooda inay kala fiican yihiin oo kala fadli badan yihin tilmaamaya, ma waxaa laga wadaa ruuxa xanuunsanaya mise waxaa laga wadaa ruuxa sunnada tukanaya? Sheekhu wuxuu leeyahy ruux xanuunsanaya laga wadaa. Faqad qaala wuxuu yihi anasu radi allahu canhu, anas baa wuxuu yihi kharaja wuu soo baxay rasuululahi sal alay slam, nebigu wuxuu kusoo baxay calaa naasin, dad dushood buu kusoo baxay, dad buu kusoo baxay nebigu sal alay slam, walxaal hum iyagu yusalluuna ay tukanayaan qucuudan kuwa fadfadhiya iyagoo ah min maradin, xanuun dartiina la fadfadhiya, ayagoo xanuun la kici waayo xanuun la fadfadhiya tukanayaan nebigaa kusoo baxay sal alay slam. Faqaala wuxuu yihi markaa nebigu ina salaata alqaacidi, ruuxa fadhiya salaadiisu cala nisfi, nis iyo haaf bay ahaatay min salaati alqaa'imi, ka taagan salaadiisa niskii bay ahaatay. Yani ruuxa taagan salaadiisa ajirkuu ka heli lahaa niskeed ama haafkeed baa la siinaya. Marka sababka xadiidku uu kusoo arooray muxuu yahay? Waa dad xanuunsanaya oo kici waayay, saas ma sida anas uu tilmaamayo. Xadiidka horena wuxuu kusoo arooray isagana taa unbaa lagu wadayaayo ruux xanuunsanaya oo kici waayay oo sabartiisu inuu dhinac dhinac useexdo dhinac dhinac ku tukada ama sabartiisu fadhi ay dhaafi weyday, ruuxaasaa laga wadaa maana. Dayib, marka waxa uu leeyahay khataabi ninka la yidhahdo nin culimada ka mid ah, yani xadiidka cimraan bin xusayn ee hadda riwaayaadkiisa kala gedisan laynoo soo sheegay, waa ruuxa waajib salaada waajibkaa tukanaya, salaad waajibu tukanaya, saasuu leeyahy salaad waajibu tukanaya, haddana isagoo taagni ku tukan kara, taagnidusa dhibayso wuu istaagi karaa laakiin dhib bay ku tahay yuu fadhiga ku tukanay, ama isagoo fadhiga ku tukan kara laakiin dhib uu ku yahay buu jiifka ku tukanay. Markaasaa waxaa la leeyahay inuu taagnida oo dhibaysa uu isku kallifo baa waxay ka fadli badan tahay inuu fadhiga ku tukanay, ama isagoo fadhigii oo dhibahayo oo ku rafaadahayo inuu ku tukado baa waxay ka fadli badan tahay inuu dhinac dhinac isagoo u jiifka tukado oo markaa u fudud, saas wey macna. Marka ruux intuba u bannaan yihiin laakiin sii ku adkayd intuu iska daayay ta u fudud qaato, ruuxaasa yuu xadiis ku hadlayaa buu leyy macna. Xaafid bin xajarna fatxulbaariga wuxuu leeyahay sidaas in la yidhahdaa waa fiican oo qaal lagu xambaaro. Tayib, laakiin culimo kale waxay leeyihiin xadiiskan odhanaya yani saddexdooda ka dhinaca u jiifa iyo ka fadhiga ku tukanaya iyo ka taagan kala fadilaya waa salaada sunnaha, salaad sunnaha ruuxa tukanaya, leanna salaada sunnaha ah intaaba waa lagu tukan karaa, fadhi waa lagu tukan karaa, jiif waa lagu tukan karaa, taagnina waa lagu tukan karaa, xataa adoo awoodi kara, xataa adoo kari kara. Haddii marka ruuxu uu taagni ku tukado salaadii sunnaha wuxuu ka fadli badan yahay mid fadhiga ku tukaday, wuxuu kaasina ka fadli badan yahay midka dhinac dhinac u jiifa ku tukaday. Marka waa salaadii sunnaha ay culimada qaar ka mid aqal, maxaa yeele bay leeyihiin ruuxu hadduu xanuunsanayo oo uu istaagi kari waayo ama uu xanuunsanayo oo uu fadhiisan kari waayo oo sidaas karaankiisa kolba intii a salaada uu ku tukado sida axaadiista kusoo aroortay ajir buuxaa loo qoraya oo waxba laga dhigin ilahay fadligiisa ka mid. Xadiis ba Muusa al-Ash'ari uu warinayo oo Bukhaari kusoo arooray yaa wuxuu leeyahay nabigu sal alay slam addoonku hadduu xanuunsado ama uu safro alla wuxuu u qorayaa wuxuu samayn jiray intuusan xanuunsanin ama uusan safrin. Marka ruuxa hadduu xanuunsaday oo uu kici kari waayo xadiiska waxaa ka muuqata salaadiisa waxaa loo qorayaa sidii ruux istaag ku tukado kale, wuu xanuunsaday wuu fadhiisan kari waayey sidii ruux istaag ku tukado kale loo qoraya, wuu safray salaatuleyl iyo sunnu tukan jiray safar buu galay iyo socdaal sidii isagoo salaatuleylkiisa tukado kale loo qoraya. Xadiiskaas marka wuxuu tilmaamayaa inaan wixii cudur gaar ahaan aada uga tagto inaysan ajirkaagi wax u dhibin,
لكن روحي حضر دار الآن وحن أغتها أم بيكو إيمان كرتا حضر دار الآن وحن أغتها كراء صلاة صلاة لأن صلاة واجبة قيامك إستاق اللي قمت يكرا حضر دار الآن صلاة وحن حضر دار الآن إستاق اللي قمت يكرا صلاة صلاة مارك صلاة صلاة ويكو حنباران علمنا فاق صلاة طيب وحن الشيخ وعادوا بغضي النبي صلى الله عليه وسلم مريضا روحا وصلي بغضي فرآه روحه أركي روحي أيوه أركي يصلي يسوه تكنية على وسادة بركين بوشة يسوه تكنية بركين بوكو دول تكنية وسادة وحلي لو بركينها لير لير سأما لغوط في السنو مرمرنا ولغوط سحنا فأخذها مركاسو النبي بوسادة دي أما بركين في قاضي فرما مركاسو توري بها إيدي وكتوري فأخذ روحه قاتلين في عودا يعني طري طري يا رب الله عنه ضلارا أما طري وين بو قاتي ليصلي سوء تكدو عليه بوشي وبركين تبوس يعني أقول معنا فأخذه النبي بواكد قاضي فرمى به واكتوره وقال وحنا يري نبي صلى الله عليه وسلم أركو لما وكتوري صلي تكو على الأرض إن تكتكو إن استضعت هذا الأول إن تكتكو هذا فريقا وإلا هذا كري ويرو فأومي إشار إيماء الإشارة سلمان وكري ركوع لي سجود سلمان معنا واحد مدى ما لها ماشو كل سجود لها أيو بركينك سي أغسو دواتو ملكي كر إنتو أسوقات وأغسو جيدا معنا مركي لقى صورينا وحصو قاسي قري يعني وينو يرطا غير سي أغسو دواتو كنتو كشدي سي أغسو دواتو فقاسو نبي صلى الله عليه وسلم لابد بأن تكتر بروحي حداد كاري كرتا ملكا وذكاري كرتا كنتكو حداد كاري كاري ويدنا وحبا بركين يجيب إيو قري يحسو كلفين سجود يهم كوعد إشارة أنك أقاس قاسو نبي صلى الله عليه وسلم لأنا وافضو ضيوة وافضو صلي تكب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إن أنت بشي سكتك إن استضعت هذا الأود وإلا هدي هذا الأود كريم فأومي تلمان سجود الركوع لإيماء تلمان واجعل وحا أنك لك سجودك سجود هذا أخفض مثك هو سيستمر ركوعك الركوع لها وأتي حالك أن تلمان اللي معنا ركوع ده هكوها سمرته مركا فورتان يصير ركوع ده فورت سجاده وحن إلى سجود ده فورت سجاده وإن كوها سمره ركوع ده فورت سجاده معنا ميز روح حنوصنا إلى سلاة دي سواسات قلبا إذا سمرتي سؤال تاي وقوتي كوي معنا وقلنا إلى الصلاة في السفينة دون تنحن يضع ونمسك له وسئل هو لو يجي نبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الصلاة حق إذا لو يجي في السفينة في دون تنحن يضع ونمسك له صلاة دون تنحن كان يا نبي لو يجي صلى الله عليه وسلم فقال نبي وحوري صليتك فيها دون تنحن يضع كنتك قائما أدو تاين إلا أن تخاف إلى طوع عبتكم يا الغرق إلى دمانشوت يعني إلى حفظه وديها كنا حلع لنا تعبتكم ويا تاجيله كنت هذا فريق تسوي معنا هذا في كعب سنة سنين يبيه كهفيات أما أذ بكر عبد أما أذ تاجني دي أيكون سرود ويدا نفضي وكنت تسوي معنا قاس النبي صلى الله عليه وسلم ولما أسن مرتو دعوي نبيه هو كبر يعني دعوي نادي لما أسن مرتو دعوي نادي هو كبر أوي نادي أي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمودا سير في مصلاه ماشي كنت كذا أي سير كسوي سير كسر يعتمد عسكنا يعالج بشيء مركو الدقابي أو دأل قوات النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا اللي احنا نسير وقاري فدح اللي احنا نسير بفوق يريد النبي صلى الله عليه وسلم مركو الدقابي أو حوغا حسنا ذي يوميش وكنت كان ييبو سير سير طويسي سير كما كو كو استاقيا وعسكنا يا مكو استاقيا معنا مركو يبنان فروح عدو عليك لي استاقي واي أما حنون بلي استاقي واي انو شيء عسكده فاو بنان معنا أما باشا مقارد لا عسكده أما براهم ضدك حنون سنة يعني عسكده أما تير بينه وقبصده معنا واحد وكو استاقه يعني ساسا لقى خاضنه ومركو حلوسي يمروح معنا أما حلو سنية طيب مركا دونتا واحا لمدة دونتا واحا لمدة دابور كيبا لمدة وواحا لمدة ديارات ديبا لمدة هذي تاقني كو سورو دانا تاقني باكو شكا هذي تاقني كو سورو دانا فردي باكو فاسو معنا دي تاقني دي أما يعني استاقي من سورو بينين وميلا بستاقتو بمهريسي يعني ديارها خاصة ديارها خاصة ودولة المسلمين تايلين غار بدنه كم إذا ميل جوست تري جوتر جلاد ميل جوست تري لي بس ميل جوست تاكل هذا هنا يسوي ديارة ده كم إذا ولا جوست هذا معنا كرسي على فريات تري كمان طيب القيام استاجي يوم القعود فرقي في صلاة الليل أو صلاة هبينك لحظة ضاعها صلاة هبينك اللي تكذب صلاة ضاع إنه الروح فرقي نكوت تنكره استاج نكوت تنكره أيوة ماشي كفاية الله وحي لي وكان وقع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثل كذا ليلا هبين طويلا او دير قائما يسوق تاغم بالسجن
والليلا هبين طويلا أو ديرنا قاعدا يسوق فريق تكنت هبين هبين دير وقت دير وهبين كملا فريق تكنت النبي صلى الله عليه وسلم وقت دير وهبين كملا تابعين تكنت النبي صلى الله عليه وسلم معنا والصلاه دي سنه هبين كلو تكنت ثلاث ليل جوا وكان وقت النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرا احد اقريه قران كي الاقريه هي صلاه لو تكني قائما اسوق تاغن هدو اقريه ركع والركوع شري قائما اسوق تاغن وإذا قرأ هذا القرآن كأخر قاعدا سوف فضينا ركع وركوع ترى قاعدا سوف فضينا يعني القرآن كصلاة اللي قلت كلا يقرأ هذا هي القرآن كلاوة هذا تاجن كأخر سوف تاجن وصلاة دي قال أطاء كأخر ما كل ركوع أي ما فري سنة سوف تاجن دي تاجن بركوع أي سجود وما ما كوس فري سنة حديث لكن صلاة فضل كم بالله أو قراءة دي فتح دي هي صورة دي كلا وفضل كأخر مركو إنه الركوع الدولي ما استاجيه الصبح فليه ركوعيا فتنسو سجوده فصل الله مركا تام عليه الروح ويان هذا فلي وحكو أخر دنا فلي كور ركوع هذا تاجني كو أخر دنا تاجني ده كور ركوع تيك صورة كلام وابنان تام معنا تيك كلامه ينصح سعة إن شاء الله تعالى واس وحيد وكان وتوه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مرمر يصلي ميت كذا أيها الجالس الصبح فليه سوى فريق مرمر في الجري، فيقرأ مركزه أخريا، فرانكي وفتح كان يجيب أخريا، والحال هو سوى جالس وفريق أي قراءة أخريا، معناها فريق وفتح ثلاثة كجليا، فرانكي الأخرين لها بفريق كل ما ينيا، طيب فإذا بقي هذو هرب مركي وهرب فإذا جورت بقي وها أي هرب من قراءة أخرين كي سمرك كباقي تو كهرب سنتهاي قدر ما يكون قدر ما شيء قدرك. يكون أهانا ثلاثين صدر أو أربعين أفرتن آية أو آيات أفرتن آيات أما صدر آيات قدر كود مكة يقول لا بنيهين إيه أيو قام استاجيا فقرأها مركزه أفرتن في أما صدر في أولى بنابو أخريا والحال هو يسوق قائم استاجين سوق استاجين ثم كدي من الركعة والركوع يا وسجد وسجد ثلاثين وحويان يعني فضلي ما تكون لو ذي ثلاثي ثلاثي هبين كي ثلاثي ليل كي وثلاثي صلاة واجب كي ما ثلاث سنة صدق عن كوب اللوذي وعد أخردي فاتحدي بعد أخردي أضوف عليها سورة البقرة أخردي وعد ما يستطيع ماشي أفرتئين أكره كل علماء مركز وحي يؤسر أفرت الأيض أو صدر الأيض وقال لها بيه هين أيوه مركز إستاج أفرت الأيض أو صدر كأول لعظم بمركز تاجين بكو أخرية ركوع لي مركز سوق التاجين بالركوع عليها مركز السجود أفر السنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ويالي كري ومركز محيط عبي إلى أدي الأخرين هي القرآن كي الأخرين هي بقارنا وقود عي فرد يبقى قود عي قارنا تاجني ركوع إذا الواحد عدي تاجني بقود عدي فأنا ما بنانت هاي كيف أنا ما بنانت هاي معنا إلا فرد كورة لما يستطوى بنانت تاجني إلا كورة لما يستطوى بنانت إلا فرد إيا تاجني أبو قيب سوى بنانت وقارنا فرد يقود لما يستطوى قارنا أدو تاجنا بنا إنت هو بنانت هاي معنا ثم ركع مكاسور ركوع يأسوه تاجن وسجد وسجود يعني. ثم يسمعه الصغير في الركعة الثانية في ركعة اللبان مثل ذلك سلاس وكما في الصغير وصدق وكلا معنى وحويان استغفر فرية أيوب معنى وحويان أخرية يا أخرتي وحي رمضه أقول لها بيه هاي مستاقية يا إنتي أقول لها بنيته أقلمين يا والركوع يا وكذا السجود يا معنى وصدق هذا رجل بسع العلس إيه وضياش إيه أي صغير صلاة التراويح صلاة التراويح لما كنت تتنيس فرق قال استغفر فرية يا وفرية يا وفرية مركي سلاسة وحسنون والركوع دي في استاقان وكذا إمام كله ركوع كانت واسطة أولاً ويبنان تهي ويبنان تهي معناها واحد ممنوع معه لكن لأكثر ما روحة تهي طيب كل جيدنا واحد كان لأنه صلاة بسنة هاي صلاة واجبة وصفر مرنة هذا كاري كرتين على الفريسيني مركة فضل اللي هو أقول لها صلاة واجبة وامرنا تستاقي كري ويريوه لكن صلاة اللي هو أقول لها هذا كاري كرتين كفر يسطو فضل يكتو فتو وصلاة بسنة هاي معنا طيب وإنما صلى وأنت تريب لنبي الصبح سنة سبحانه وتعالى صلى الله وإنما صلى وتكذا نبقى الصبح صلاة صلىها قاعدا إسوى فرية أيو تكذي في آخر حياته ننشيس خيره ريدا به لما أسن مرتو تقوري مرتو تقوري معنا وذلك كاتنا قبل وفاته جريدي في كهر وين في عام هالسنة هالسنة كهر جريدي أي نبي صلى الله عليه وسلم وحاقبت عريس يدع مركز أوحو بالله سنة صلاة صلى الله عليه وسلم فرية تكذي فرقة سبحانه لكن انت فرضاء هي انت يزنزأ ذو قوانين تجنيد سكتة في النبي صلى الله عليه وسلم يعني الروحة
xaaladda soo kale ay qabato dadnimo uu la istaagi waayo ama hilib uu la istaagi waayo yani culays uu la istaagi waayo uu qabto ruuxa soo kaleeto ayaa macnaha kii nebiga oo kaleeto salawatu wasalaamu caleyh. Laakiin ka kale xataa waa macnaha waa fadhiga waa iskaytusan kara waa banaanta macnaha fadhiga waa kutusan kara waa iska banaanta. Laakiin nebigu sal alay wasalam mar walba wuxuu jeclaa camalba camalku ka kheyr badan yahay inuu sameeyo. Laba shay lama doorgeliyo nebiga sal alay wasalam ilaa wuxuu dooran jiray kooda khayrka badan khayrka badan buu nebigu dooran jiray sal alay wasalam hadduusan dambi ahayn hadduu dembi ka imaanayo wuxuu ahaa dadka ka ugu fogo waa ka fogaan jiray nebigu sal alay wasalam xadiis baa saa ahaa. Marka taagniiduu nebigu dooran jiray sal alay wasalam laakiin marka waxoogaa ku cuslaatay fadhiguu nebigu tukan jiray sal alay wasalam wa kaana wuxuu ahaa yajlisu mid fadhiis ayib markaad fadhiga ku tukanayso siaad u fadhiisanaysaa qaabkee loo fadhiisanaya marka la tukanayso wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal alay wasalam yajlisu mid fadhiista mutarabbican asagoo tarabbuc u fadhiisa tarabbuc maaqaana soomaali waxa layidhahda tarabbuca waxaa la yidhahdaa horta afka aan ku sheego dad waxaa jira un cajaladaha inay dhegeystaan laga yaabo inay arkayn ninta midigta ah dad geeracad ayaa waxaa hoosta laga gelinayaa lugta bidixda ah bawdiyadeeda lugta bidix bawdiyadeeda ayaa hoosta laga gelinaya lugta midig meesheeda dhulka qabta bugcadkeeda ayaa waxaa la gelinayaa lugta bidix bawdadeeda hoosteeda lugta bidixda ah bugcadkeedana waxaa la hoos gelinayaa lugta midig bawdadeeda hoosteeda. Labadii lugood waa la isdaba mariyay sooma labadii lugood waa la isdaba mariyay gacmahana sal buuxana marka waad u fadhiisanaysa sal buuxa baad u fadhiisanoo salkaagaa si dhammaystiran ugu fadhiisan labadii lugoodna sidaasaa isu dabamarinaysa saasaa marka la yidhahdaa tarabbuca la yidhahda af soomaali ku keena marka soomaali maa lagu yidhahda horta ma la fahmay ya idin misaaliya sheekhaas uu fadhiya waay sheekhaas uu fadhiya waay gacmahana waxaa la saaraya labada bawdo dushooda waay gacmahana waxaa la saaraya labada bawdo dushooda halkaasa la saaray waa markaad macnaha yani aad sujuudda iyo rukuucda iyo xaaladaha waay. Laakiin markaad wax akrinayso taagnidii oo kale aad ku jirto gacmaha meeshoodii ay lahaayeen baa la saaraya sooma asaas manaa tarabbuc markaasa soomaali miyaad ku garanaysa aawi odayaashii soomaali ya wuxun baa la dhaca soomaalida yani waxa weyaan way yaqaanaan fadhigaas magac ba u yaqaana marka anugu ma aqaan ya magacaasaa la rabaa wa kaana yajlisu mutarabbican qaab fadhigaasu nebigu u fadhiisan jiray sal alay wasalam. Dayib marka marka salaada fadhiga lagu tukanayo qaabka loo fadhiisanayo waa sidaas aan tilmaanay wey maana maxay dhaheen fadhi gobeed magac fiican fadhi gobeed. طيب الصلاة في النعال والأمر بها الصلاة صلاة في النعال كبها دخل لو تكدو اي والأمر أمر بها صلاة كبها صلاة لو تكدو لك أمر معناها أدو كبها قبا ما تكن كرتا مثلنا اسكم بتا واجبة صلاة دي وكبه أدو قبا لو تكدو اي وليبا يدو لك أمري إن لو تكدو كبه خاصة لك على إمان المسألة دي ay wadadada soomaalidu ka biya diideen wa dayib bal aan aragna rasuulka sal alay wasalam wax ka soo aroray masalada kusaabsa wa kaana wuxuu ahaa buu uhi nebigu sal alay wasalam yaqifu mid istaaga xaafiyan isagoo kabala axyaanan marmar wa muntacilan isagoo kaba qaba axyaanan marmar marna isagoo kabala buu tukan jiray marna nebigu isagoo kaba qaba ayuu tukan jiray salawatullahi wasalaamu caleyh wa abaaxa wuuna baneeyey dalika arrinkaa liummati ummadiisana waa u baneeyey hadduu isagu saa yeeli jira ma isagun bay ku gooni yahay maya ummadana nebigu waa u baneeyey salawatullahi wasalaamu caleyh in iyaguna saa yeelaanoo marna kabahooda ku tukadaan marna ay kabaha iska bixiyaan oo kabala-aan tukadaan. Ayib wa abaaxa waa baneeyey dalika arrinkaa oo kabaha in lagu tukada liummati ummadiisa u baneeyey nebigu faqaala wuxuu yihi idaa sallaa hadduu tukado axadukum miskiin hadduu tukanayo salaad rabo falyalbis ha xidhona calayhi labadiisa kabood aw liyakhlachumaa ama ha siibo bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda yani markuu siibo xagee buu dhigayaa labada lugood dhexdoodu dhiganaya. Dayib walaa yu'dii yuusan dhibin bihimaa labadooda walaa yu'dii kuma dhibo haddii laada naafiye laga dhigo ya-da meesha taallaana kutus inay naafiye hadday naahiye taho yuusan dhigin ay noqon lahayd waa ya-daa la goyn laha waxaa la dhihi lahaa walaa yu'dii saasu noqon laha marka ama ya-daa khalad u taalla haddiise laakiin riwaayadu saa sax ku tahay laad waxay noqonaysaa naafiye noqonaysa walaa yu'dii ma dhibo bihimaa kabihi labadiisii kabood hayrahu isaga cidaan ahayn kuma dhibo yani yuusan ku dhibin ma laga wada
يعني لفظه هذه اللي يراده حتى هو خبر ولا ده النافية اللي قدره بمعنى النهي بالغة وضع معنى وضع عرب الوقيمة معنى حديث كل حليه مسكين هدو تكنيه لذي سكبوت ححبه أنا هسيبته مركو السيبان اللي بدا كبوت وحبك إياه وقاعد نحضر فقاين انتا ديرادة وكسي ديرادة وينوكين إن شاء الله تعالى كبها مركو السبحي ماشي لديه قال نوع من دونسا معناها هدي سنعبنا لنك بذيحكاحي لنك بذيحبات قليل هدي أي عيد لنك بذيحكاحي السنة والروح لنك أجل بذيحكوتو سنة يرها كل جنة وحال رضينا بغسول لغاها نحضر دينا بي فرصة هذا الهديق فرصة هذا إنا بكتو تبعها لنك يعني ماشا بيس كسو جودي فرصة هذا أيالان وممنوع نهي باكو سارة ولا بديدي إنا بنك بديك سكالي سنة ولا بديدي لكن بوسك أيلي وحويان والبضل لغطح دولهم معنا هل كاتل بيجي تيس نسك حدا يسوح حتى الله بطلع أنا هو حقا يعني ما كان حاجة تشوفه رجو حاجة تشوفه مساجد وإيما ديني كباها قاتم وضلت كباها كدمي ما كان حيالات بقى لها ليه كبير يتلى سوقة بعير ومدوء وعرابة الوقوقة وقات الروح سوقة وبعد القريب هيا لغة هوسة ضلت كده هل كاس كباها اللغة هاجينه فوقو اللغة بطلع سنة دولة وبسيطة ستة كباها الكائن اللي بيكتب معنا سجيد قارب دو حضرتك إذا الملاها كباها اللي بيكو وحيكوه الريان دسك سكنة يهرطة دي يعني وخلق خلق المعنى إني كاه الريان أدو سكنة يكبو الله مرهبو أما وإني كادم بيان أما بديح كايا لأنا دين عيد بديح كايا حيجي أما لوها دحوظ اللي بيكوه المعنى دي مركا محل شايك وحو رسولك وحو صلى الله عليه وسلم كباها جيها دات سكنة يسو وأن حبنان كرتا وأن سيبي كرتا وأن سيبي كرتا وشيدد وقتا وأكد وابكو أكي عليه عليهم دشوا ده ومضى دشوا ده وابكو أكي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة تكشو فيه ما لبدي كم وضح هذا لوجو تكذب أحيانا مرنا وابكو أكي مرة حين صامرنا استجع كنت تكذب صام مرنا أمضي وش رجيني في غمونا كنت تكذب في غمونا كسي هذا نواب يدي وكسي أذقه أمر ربي حين يوم كنت كذا ورسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا خلافة اليهود يهود خلافة فإنهم يقول لا يصلون كمس كذا فيني عالم كبه هذا ولا خفاف يقف قاد صار كمس كذا أصل في قاعدة شرعية في المامي سايو قواعد شرعية وحا كمدة قال هذا وحير يا وحوين بإن دغن قاد الوقت خلاف وحير يا وحوين مالك هذين يقول كباها كتو كنين دوام مرأو إذا كباها كتو كنين هذين خف قاد كتو كنين إنسان دوام مرتان خف كينو كتو كنين خف معناها واتغنم برمى لنين هوايا لا يعني و يعني وهرجا وهركبا ومرنا صد أهم بالغين إنسان وكبتا يقول حيا عك مرنا استجى بكب أهو والوص عنك قصي معي مرت خوف كا استجى كبت كوا ما كبت كأجه هو سيء هذا دون توات كبت كلا هذا دون توات كبت لكن نبي صلى الله عليه وسلم كبت كلا كبيه إن يخوفك كلا وأمر مر طيب أمر كاسي معناه سعيدة اللي جوا ذبحه وسعيدة اللي جلي يذبحه يهود إلا بخلاف ما قالها فتيجي هاي قرت يعني واحد ويان يحيرانة يدين كوها حيرانة سيدة شعرت سيدة الثانية دوام مرة شعرت حيرة فاصل معه مريا هاي أنقى وكوها سمريانة دوام مرة أنقى وكسر ريسية ما شيء مران مويا يدين كوا ماشى كتير في القناة أنت أول حلقة ردك على مايا نقل إسكو نقل إلى إسكو بتحوادان بالشدة مسلم كا يقالدو أيها اللي قدك على مايا حتى وحيرنا إلى قضى إذا لم رب وحويل كبدا يمان تصف طيب وكان وقوعها نبي ربما نزعهما وكان وقوعها رسول صلى الله عليه وسلم ربما نزعهما إن سيب أيا لجيابا من قدميه لبدي صلى الله عليه وسلم كسب كبيره والحال هو في الصلاة صلاة أوتشر سوى صلاة كشرة إنه كبير سب حيام المرتقى طبيعي ثم كذبنا استمر إنه دائم في صلاة صلاة سئنه وطاء وصلاة كبيره كما قال السدي لي أبو سعيد الخدري وحديث كان أشياء غيب معنا يعني مرمر واحد يعيش في سوى كباها قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلاة قلب صلاة نحن منكم كتير كبه إنه استبحي مركو استبحي أنا صلاة دي أسيوة أو أسيوة قبل معنا مركو صلاة دي قارنا كولا أم بكت كده قارنا كبو كت كده صمع أعطاس الغنب طيب أبو سعيد الخدري مركو وحوري صلى وحا نفتشي بنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان نفتشي ذات يوم مال مال ما كمد أي رسول كان نفتشي فلما كان مرسو هذا النبي في بعض ثلاثي سقار كذا نحن ثلاثي قار كم إذا مرسو كل حشره أي خلاع في النبي قلنا عليه لا بدي كبر لا بدي كبر بالصبح فهو دعه ما مرسو صور لي أن يساره دنكي سد لحمه لي صوب كل يوم حيته النبي حكى حكى ما كان سجى إمامه صوما
طيب فلما راى مركي اركان الناس ذكي ذكي كده وتكلم مركي اركان ذلك ارنكا او كبي وسيبيا خلعوا يغنوا وي سيبن ني عالم كبه يغنوا كبي ان الرسول كان كده ينهى وان سميه وي سميه يا معنى مركي اركان النبي كبي كبي يغنوا كبه يا ني ولا تكفي سوات صار صلاه على الاولى كده فلما قضى مركو دميس النبي صلى الله عليه وسلم مركو دميس اي قال وحوري ما بالكم حالكين نمتويا او القيتم اضطر تني عالكم كبيهم فهم حايدين كبع عيوة كواهي في يرتي الجنب حكواهي في يرتي الجنب حالكين زوج قالوا وحي لها رأيناك وانكو أرقنا النبي القيت اضطرين نعليك لبضاء ذكوه هذا السد ايانكو أرقنا فألقينا أنه مركزان صورنين نعالنا كواهي النبي وانا فقود دي النبي وانا فقود دي النبي ما دام عدوك السد ايسا أنه أرقنا بانكو رعنا ومتصفنا سكب حمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أنه سوف كانوا في إيمان دي شيء إن جبريل جبريل ملك الجبريل أيا أتاني إيه من سلاة الحدي إيه فأخبرني وحو إيه ورمو إيه شيء أن فيها كبحة نحو إليهين فذرا قرن أو قال وحو لأذن لب يعني واحد يعني لبا يسلاة وصخب على قولة وفي رواية خبثا وحن على قولة والمعنى هو وحن كاساء باكبها كيالي مرك النبي بن لمسع عن صلى الله عليه وسلم عليه سوى كور هينبو كبيه وتخصيصه على من الشاسة قطع لقوقة لثلاثة مركات جبريل يوحل كبوه وحبي ليه هنا استبعه صلى الله عليه وسلم يبو نبو صلى الله عليه وسلم فألقيتهما مركاتان صوري لودي كبوضة ومركاتان اسكساري فإذا جاء هدو يمادو أحد سمتين إلى المسجد مساجد هدو يمادو فلينظر هفيريو فين عليه لودي سكبوض هفيريو كبا هفيريو معناه يعني كبوه ماشا أي كسو عبان ee qaybta oo hoos u hadayo inay bal wax ku yaalaan iyo kale inay nicaasba ku taalin kale hafiiriyo intuu san mustaaj kale gelin way macna kali yan dur hafiiriyo fiin calayhi labadiisa kabood hafiiriyo fa in ra'a hadu arko fiihi ya fiha kabaha dhexda qadaran wax wasakha aw qala wuxuu li adan wax dhiba wa fi riwaayati ukhra riwaayat kale waxa ku soo aroosay khabasan yaani wahun kul waas ku macna way macna qadaran adan khabasan wa waxa laga wadaa un wahun oo nicaasa u macna tayib hadu ku arko midkiin كريه مركو سيريا هذو وحو وسخ كؤك من الكساء فليمسحهما هكتر في رؤلك وليصليها لك ستد فيهما دحلا كريه مركو سيريا سيريا وحو حضرت السحرة كسال وحو سميني عرض انتاج مرمريس والعرض كفر قضاء مركو عرض التلسف وحي كويا بان نسو قريو مركو سيريا كتل وسحرة دي كسالة كبوس ونجاس ما كبها وحا ظاهرية عرضة إلا بنقد أمة بعض هذا الصحراء كله يستاج وحركة له إن جيجل أسيمر عكس سيمر والصحراء دي كدة اللي عرضها في بعض يسوي إن جتوي ماشة كثيرا تو كبها في ظهره عرضها دمبل لي وعلم إذا هؤلاء ك مركي النبي صلى الله عليه وسلم ويلي رجع مريه هذا خاص وقت نجاية أن توجع عذاب عقاب إله بيليه فواحد هؤلاء كده النبي الله هؤلاء كسيد ثمانية مركز النبي صلى الله عليه وسلم taaka house soo saawliye magaca wax yiraahdeen ee dalugaha laga waliba muuqanaya markaas waxaan marka haday nabiina muuqanayaan dhul dhul hoos u dhigay nabiga islaam markaas ay u soo dacwadeen haddana wax yiraahdeen nabi allah markaanu roob ku do'o oo shidadku ay qurmaan dadmaradii waxay dhulkay ku jiitamaysaa iyo saxaradii iyo kaadidii iyo wasakhdii iyo wixii ay sii maraysa markaas nabi waxa uu sallallahu alayhi wasallam dhul kale oo nadiif ah soo ma sii maraysa markaa kadib hadal كاسا النبي فينا يبو نبو صلى الله عليه وسلم كاسا نقي طب ما مرتوح على هذا يعني مرض عصب كشيء كبر قوانا معنا نقول كشيء تبي يسوي تقريبا كبها إيه وحات ظاهرية عرضة ظاهرة بس إلى بعض الموقع مرك كبت يا الناس وقال لي في نتائج كهدار نجاكك وأردت نقول كمرمري مرك يكسر أنت وتكسر كل كتابي معنا ظاهر بمرك على نقطي إلى بعض الموقع بيلا أدنى وما بعنا طب معنا نعم وكان وحيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزعهما لوضع كبض هدو سيبه وضعهما وليه تري عن يساري بنك سبيح بيسكره يسير النبي صلى الله عليه وسلم هدو كبها سيبه بنك سبيح بيسكره تري وكان وحيها يقول مدينة إذا صلى هدو سكر أحدكم متين فلا يضع يسلق عليه لبدي سكبض عن يمينه بنك سبيح يسلق بنك سبيح كبها يسلق ولا عن يساري بنك سبيح يسلق oo fatakuna marka ay noqoto haduu dhanka biixa iska dhigo can yamiini gayrihi cid kaloon isaga ahayn midigtiisa ay noqoto amarka ruux kale ku garab taagan yahay adiga bidixna uu kaaxigo biixada taagan yahay kabihii haddaad biixdaada iska dhigto su ruuxa kale dhinaca kaaxiga midigtiisa noqon mayso asaasi noqonaysa ruuxii kale midigta ka xigaan
لما رأوا مركز هذا أضر نفسك جاهي بديح لا شبيه هنا بديح كذلك لما رأوا عايل روح كذي بديح كذا نغنيه طيب ولا عين ساري دنك تبديح لي يوسن دنك تبديح لي يوسن استدقل أو فتكون عين نقص مركا شبيه عن يمين غيره استدق غير كي ملك كي سمركا إن غضال معنا يقول سمين مركا إلا ألا يكون إنوسن أهين بمويه عن يساري بديح لي أحد رسلا أوسن إنوسن أهين مويه بديح لي سهدوسن رسلا أهين إلى أين كأهين بمويه أو مركا دو استدق مثلا هو منفرد وكل جيب تكليا مثلا أما هو إمام ودتك تكليا بديح لي سهدوسن رسلا أما ما يروح أبوحجة صفك لك أبوك بدحية أبوحجة درب بقى إساق عليه أما ركا صفك لك ميال يرو ين عاقو كبه نواد كليك فاسمعنا لأن النبي الحكاية حتى المالي طيب ولي بعضهما هدقى النبي صلى الله عليه وسلم لبدي كمر هل دي بدح لك حقا إساق مركا ولي بعضهما هدقى بين رجليه لبدي سلوغة نحن وضع حبيك لابد اللغة نحن وضع حبيك سلوغة مركا يعني وحن كيق هذا النسوس تفرح بدنا إن كبه اللغة كان كرتو تشدو دونا إلي مشروع صحيح وين البدعاء هاي هنا اسم البدعاء هاي سيدي ضد بضع أصورين غريبة كتبت فيك قلبت وضع ويكون لك كما تلذل إنك الله اللي قلت لك بلان تحت لكن مركي أكيد ضد فلين هاي يقول لك مية هو شيء غريب يوحى اللي يابل كل لن نقضي معنا يعني الشيء هذا يعني مركي هو رأوكوها يعني ومدري فوقها ووحى اللي فلين اللي قلت لك مؤسرهين لكن مبادئ الأخريقها مرك أردت أقول لك نحن جني غريب بكون غريب حتى مركي هربا أسيد أقوس دو سيجرت فلان مثلا هذا حجاب وكله قرآن ك يسولنا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في فقه جوز فقه جاهي كل جل واحد صور رمي في هواك حجاب كله وعورة المرأة جميع بدنها فصفيني ما هي وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين يوافما وذا ذي مركي أركان قبله وحسابه وصفيره حتى قاتل كل أغمي وإلا يعني وذي العدل حقيقة يبني وذا ذي صفيره عطيه مركي الشيء قد كل مقل كيسة هي مقل كيسة وكليه فاصل معنا مركي مقل كيسة أردت أدو مقل كيسة وحلقية وإن الله يبتح أدو أخرين كيسة وحلقية وإن الله يبتح مقل كيسة معنا فاصل معنا مركي يعني واسلنا وإلى بنانتا واجبنا معها إلا تقبل حسنا فو بنان إلا تتكتنا فو بنان لكن وحا هبون إلا تيريو هذه مساجد كو جوجليه او جوجل كو سخوبه كتلها او جوجليه كل مساجد هذا ما انتو كله الى ان تاس كبيه او سخي صلاه او كشوا كنت كل يا ترى سنن فلينيا لا يجب ان هرستاغي كان ما فعل سوى كل حي هي سوى واحد مساجد النبي صلى الله عليه وسلم و هو يعني بعاد هو قرور ضاء يا صارنا ومعنى واحد يقول ما اولي سجد الله عز وجل على بلال كو كل سو او كبيه واحد بقى انه او جيتو كرينين او تو كان كرتا لكن مساجد جوجلن او جوجل يتعلو الى تكبيه كل استاج او يوسخوده او بريت الله بعض اي فرش لقليت الله بك او لقيا بمعنى ان دسكي اي عبر ركسه وقاعدات مفاسيب كفر بضينا ليس شيء ولا شيء كجائزة اوها فرقاسي معنى مفر لي فرقاسي معنى ليس هاي مصر الاسم يا ليس مكا فات مكا كبيه ويبعا كبيه هو شبابكم مركي يقلق طوله كو حسوبتها يددك يعني واو حنقرنا يا ايوضا دسكو باينا فهمين بحتى معناها اساسية كجيسة باينا فهم ايا واحنا لو اخري عديس كو حقويا لا قاربة وريه وحقويا لا يعني عندة الاحكام عندة الاحكام كان لو اخري مركا عديس كان انا نبي وكلام وكنت تنشري ها ما صمر وذلك لو اخري مركا في حماس لابو لو اخري وحري واسونا النبي وعلي ما طيوا الا انه لا يوه انا ورد مليارا لا تسوح على رسولنا الإمتي أنا نكبل لونه إنه قلنا لين أصواتك الظهر بأهي ثلاثة عشر كان سواء أني ثلاثة عشر كل مجرى المساجد فلا ينزوج يعني كواه نجي حتى أنا وفير من من يشافين سيه يا دخل لنا وكذا واحد عظيم تشكي مركا قال له ودك أركان نلا تسوح كل شيء كما قبل فوس مركا نوفيريا ونو والبقى على الجار وبح النجي واحد تسوح على مج سفحه الله وعفره يا سفحه تسوح